جديد عدنا إليكم مشاهدينا الكرام مع أستاذ محمد حسن من أجل إلقاء الضوء على سهم الأسبوع. وسهمنا لهذا المساء هو مجموعة أغذية المدرجة في بورصة أبو ظبي. في البداية أستاذ محمد، ليه اخترت سهم الأسبوع مجموعة أغذية؟ والله هو الفكرة إن المجموعة بتعمل في 7 دول، منهم ديفنتلي يعني الإمارات بصفة عامة ومصر. والمجموعة عملت مجموعة من الاستحواذات مؤخرا، وإحنا يمكن كنا بنتكلم عن فكرة إنه أسواق الإمارات بصفة عامة عشان تقدر تنمو محتاج إن هي يكون عندها علامات تجارية وأسواق خارج دولة الإمارات. فمجموعة أغذية تحديدا كان ليها نشاط مش بس على مدار 2024، لا كمان عدة سنوات سابقة. فشوفنا مثلا أنه في نهاية 2022 المجموعة استحوذت على حصة حاكمة في العلامة التجارية أبو عوف، ثم في 2024 اشترت حصة كمان، فبلغت إجمالي ما تملكه مجموعة أغذية في مجموعة أبو عوف أو العلامة التجارية أبو عوف لحوالي 70%. كذلك مجموعة أغذية في السنة دي، السنة اللي احنا فيها 2024، افتتحت مصنع للحوم المصنعة أو اللحوم المجمدة في المملكة العربية السعودية، تحديدا في مدينة جدة تحت العلامة التجارية اللي اسمها نبيل اللي بتمتلكها، اللي أصلا كان أصلها دولة الأردن، بهدف حاجتين رئيسيتين. الحاجة الأولى أن هي توسع تواجدها في السوق السعودي، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هي تحاول تتأقلم مع التشريعات الجديدة في المملكة، إن هي بتقدم الصناعات المحلية على الاستيراد، فبتحاول ترفع القيمة الداخلية للتصنيع داخل المملكة. فالتحركات اللي بتعملها المجموعة منذ عدة سنوات وحتى يومنا هذا تحركات تقدر تقولي تحركات استراتيجية ممتازة جدا، أدت إلى نمو كبير جدا في مش بس الإيرادات، لا وكمان في القيمة السوقية للمجموعة. فده واحد من ضمن أهم الأسباب اللي احنا اخترنا علشان نلسقها. طيب، تحقيقك الفني لأداء مجموعة أغذية وإلى أين يتجه يعني؟ طيب احنا خلينا الأول معنا للتشارت على الشاشة. قبل ما نبدأ نتكلم عن التشارت، لأنه احنا عشان نفهم التشارت محتاجين نفهم أداء المجموعة بصفة عامة. المجموعة بتتكون من 4 منتجات رئيسية و4 قطاعات رئيسية: السلع استهلاكية اللي هي فيها المياه المعدنية وغيرها، الوجبات الخفيفة ودي اللي تحتيها مجموعة أبو عوف، واللحوم والمنتجات ودي تحتيها أطياب الشركة الموجودة هنا في مصر، وبراند تاني اسمه نبيل، ده براند أردني، والمطاحن والعلاف اللي هي الدقيق والقمح وكده يعني. فعشان نقدر نفهم التشارت اللي قدامنا ده محتاجين نفهم انه اي تشارت بيعبر عن القيمة السوقية للشركة، والقيمة السوقية ما هي إلا انعكاس لأرباح الشركة، تمام؟ فعشان كده لو حضرتك مثلا على سبيل المثال بصيتي للرقم أو أول جنب حصلت عندنا هنا في السنة، هي حصلت في تقريبا شهر إبريل أو شهر مارس، وده معاد إصدار نتائج الربع الأول. فلو رجعنا الأرقام الربع الأول هتلاحظ إن حصل نمو 22% نمو سنوي، كانت الأرباح الإيرادات 1.5 مليار درهم تقريبا. فمجرد ما حصل الإعلان عن الإيرادات حصل بالضرورة إقبال على السهم، لأنه بدأ المستثمرين يتوقعوا نمو أكبر في الأرباح. ثم مرة تانية تكرر نفس المشهد في شهر 6 وشهر 7، واللي حصل فيهم حاجتين مش حاجة واحدة. أول حاجة افتتاح المصنع اللي قلت لحضرتك عليه حالا لبراند نبيل في السوق السعودي في مدينة جدة، ثم إعلان أرباح الربع الثاني ل 2024 اللي حققت فيه الشركة 1 مليار درهم بنمو 5.6 عن السنة اللي فاتت. فأجي مرة تانية بدأ المستثمرين يتفاعلوا مع الأرقام وبدأوا يشوفوا مستقبل أكثر ازدهارا للشركة. فهم التو جامبز دول هم اللي نقدر نقول إن هم عملوا النمو 50% من بداية العام. حضرتك حاليا بتتكلمي عن مجموعة براندز ومجموعة كيانات اقتصادية بتعمل إيرادات حوالي 4 مليار درهم
سنوي، القيمة السوقية بتاعتها تخطت 5 مليار درهم. وعلى الرغم من كده ما زال مقرر الربحية للشركة اللي هم بيسموها البي ريشيو، برايس تو ايرنينج ريشيو، في رينج ال 18 وال 17. يعني ما زال تقييم الشركة الحالي مش هو أعلى حاجة، يعني ما زال قدامنا أرقام أعلى نقدر نشوفها لسعر سهم شركة أغذية. تمام أستاذ محمد، أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا. بنشكر أستاذ محمد حسن محلل أسواق المال على حضوره معنا اليوم.